أبونا كنت بتشوف قداسة البابا شنودة إزاي وهو بيتعامل مع الطوائف التانية في تقديم المحبة، ولكن أيضا في إظهار تعليم وعظمة وجمالة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. المحبة لا تتجزأ، هي المحبة. المحب بيحب الكل، فبيتعامل مع كل الطوائف بكل حب ولكن بوضوح. برجع تاني للحتة دي، بكل حب وبكل تفاهم، ولازم نحب بعض ولازم نتعايش مع بعض ونتعاون على أمور الحياة. لكن اللي بنحذر منه الحب اللي بيتسيب بقى، الفضفاض اللي مش ملتزم بتعليم واضح، هو ده اللي بنحذر منه. وبنحذر منه ليه؟ لأنه قائم وموجود وبيأذي شبابنا، بيعمل انقسامات وانشقاقات. فليه بقول الكلام ده؟ معلش، لأن اللي بيعمل كده ساعات بيعتبر إن ده قمة الروحانية، إن إحنا نحب وإن إحنا نقدم الحب، وإن التمسك بالتعليم الصحيح ده بيعمل تعصب. لا إطلاقا، ده الحب العام ده هو اللي بيعمل انشقاق. الشباب يطلع مش فاهم يتعلم من مين ويعرف من مين، ولأن اللي بيتصرفوا التصرفات دي بيبقوا عايزين يجذبوا الناس، فجذب الناس بيعمل انشقاق. صحيح.